المبادرة النهاردة هتشمل ايه وهتبقى ايه الجوانب؟ كل المحافظات والمبادرة المصرية تتم او بالمواطن البسيط وعلاج فيروس سي بالذات ولا كل الفيروسات الكردية هتبدأوها ازاي؟ نعم، احنا البداية ما كانتش النهاردة، البداية من 3 أشهر أو من أكتر من سنة ما بدأت أدوية الفيروسات الكبدية تطرح في العالم. عندنا في مصر مشكلة خاصة بينا إن تقريبا تعداد المرضى حوالي 22% من تعداد الشعب المصري، يعني بنتكلم 17 مليون مريض. دي بالنسبة لنا أزمة حقيقية. وجود الأدوية عندنا مشكلة كبيرة بتواجهنا، هي فكرة الأسعار بتاعت الأدوية. الأسعار غالية جدا جدا. النهاردة قعدنا من 3 أشهر استطلعنا رأي جهات كتيرة في حوالينا، المبادرات اللي عندكم، المشاريع اللي عندكم، بحيث في الآخر نقدر نصنع أدوية وأسعار بسيطة. عندنا النهارده مبادرة بتعتمد على شراء المادة الخام من مصادر متعددة. الكلام ده لو حصل زي ما احنا بنعمل الكلام ده كله، نقدر نعمل مثلا عقار زي الهرموني ب 850 جنيه بالظبط، ده تقريبا حوالي 10% من سعره الحقيقي في السوق. المبادرة تعتمد على فكرة الشركات العامة، يجب ان هي تخش في الموضوع عشان نقدر في الآخر زي ما بنقول في البرشور بتاعنا سنة 2025 تبقى مصر خالية من فيروس سي. غير كده طبعا يبقى الموضوع صعب جدا، احنا محتاجين نتعامل بشفافية حوالين الموضوع، نجسد الأزمة ونقول طرق الحلول بتاعتنا. طب يا دكتور، دايما وزارة الصحة فيها مشكلة في تسجيل الأدوية والمواد الخام مع الشركات، وهناك في شركات أدوية كبيرة وسلسلة صيدليات بتبقى عاملة احتكار زي ما حصلت مشاكل كتير أوي في بداية طرح السوبرتي في السوق. طب هل الفترة اللي جاية فكرة انك تجيبوا العقار والمواد الخام وتعملوا عقار الهربوني ويبقى سعره متاح ب 100 جنيه، ده مش هيأثر على الشركات اللي بتبقى عاملة بيزنس زي السوبرتي نزلت أسعاره غالية وصيدليات خاصة كده؟ ولا دي مشكلتنا مش مشكلتنا احنا، بتمنع ان الشركات المصريه تشتغل في الموضوع ده. لا، الشركات المصريه فعلا مش منتبهه لفكره المبيعات والارباح. طب هل تم الطرح على وزاره الصحه بحكايه ان المواد الخام هتجيبوها؟ ده اللي احنا جايين نقوله النهارده، ان احنا هنقدم المبادره دي لمكتب السياده رئيس الجمهوريه. ازاي يتم التعامل مع الكلام اللي قاله بشكل جدي، بشكل فيه شفافيه وصراحه، ان حاطين كود معين لو مصر اشتغلت عليه نقدر زي ما بقول لحضرتك كده بعد 10 15 سنه نكتشف ان فيروس سي خلاص انتهى.